الحقيني يا رتاش. ايه مالك وشك اصفر كده ليه؟ انت شفت عفريت؟ لا شفت زومبي، كلهم بره تحولوا زومبي، فخر وسمر وبطه تحولت زومبي. هي بطه لحد تتحول؟ يبقى اللي على بقك ده ما كانش مربى، انت كلتيها يا رتاش؟ والله العظيم ما كلتها، انا دقت حته صغيره بس لقيتها طعمها مش تيستي، خلاص سبتها. يعني ايه دقت حته صغيره؟ هي سمبوسك يا رتاش. افصلي راسه عن جسمي. لا 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 تفصلي ايه؟ تفصلي ايه؟ انا زي زيكم بالظبط، انا عملت ان انا داخل اكلك عشان احميك يا حمار. خضتنا يا فخر. هل انت ما تحولتش؟ لا ما تحولتش، ده انا ربك اللي نجاني يا سيد. بعد ما كلهم اتلموا عليا وزنقوني في زاويه شغلت دماغي بسرعه، قمت عامل ماسك زبادي على وشي واتنين صفار بيض ودفست دماغي في طاسه زيت مغلي، طلعت رحت عامل افتكروني زومبي معاهم وسابوني. برافو عليك يا فخر. طب ايه يا جماعه، احنا لازم نسيطر عليه قبل ما يقعدوا حد. رتاج عندها حق، لازم نقفل كل الابواب لحد ما وليد يسلمنا العلاج. صح، هاتيلي بقى علبه مكياجك الحلوه يا رتاج كده ونفنش اخونا سيد، نخليه احلى زومبو شافته العين. ماشي، هو بس هيحتاج شويه كونتورنج وهايلايتر. انا الصراحه مش معاكي، انا شايف ان احنا نزود الفلاشر شويه هيدي معانا تيست حلو. فلاشر بلاشر مش مهم الصراحه، انا كل ده مش فارق لي، انا اللي يفرق لي ان الاداء الناس صدقته خلاص، مش مهم بقى الحاجات التانية دي. وريني بقى ادائك هتتكلم ازاي. وريني انت هما بيتكلموا ازاي. هقول لك. طب بص اتكلم زيي بالظبط. ماشي. ايه ده يا رتاش، ده صوتك العادي وانت صاحي من النوم. الصراحه هو عنده حق، فكك منها وركز معايا انا. بص لا ده كده واحد اهبل. انا مش فارق لي رايكم على فكره، انا كل اللي يهمني الناس الطيبه اللي بره دول اللي اتعاملوا معايا على اني زنبق منهم وخدوني وعشوني وخرجوني وفرجوني على ماتش الاهلي والاسماعيلي وجابوني على هنا معاهم. طب يلا يا جماعه بسرعه نقفل الابواب. تمام عندك حق، خديه بقى جهزيه وشطبيه كده على ما امن انا الدنيا ونخرج انا وهو. يلا